انا كنت واجد في هذا الحفل تقديم احتفاليه ميس اند مستر جولد 2021. ما عرفتش العلم عند الله. نتمنى نرجع نطل على المشاهد المغربي من خلال التلفزيون، ولكن ان شاء الله خير. هو شوف بالنسبه لي فضلت ان نتوجه البرامج الفنيه لانه برامج خفيفه كتدخل بجو سرور على المشاهد المغربي. يعني حاولت انه نبعد من السياسه، حاولت انه نبعد من البرامج الاجتماعيه لان كيكون فيها بعض شي مرات كنتصادفوا مع شي حالات اللي كيخليونا انه نبكي. فما عمرني بغيت انه ندخل ولو ذره حزن على المشاهد المغربي، فكنفضل انه نبقى في البرامج الفنيه احسن. المشهد الثقافي المغربي هو غني وزاخر الحمد لله. المغرب عنده واحد الطاقات اللي خاصها فين تفجر، عندنا مواهب اللي خاصها فين تفجر في جميع الميادين. يعني ملي كنتكلموا على المجال الفني ولا الثقافي راه ما كنتكلموش على الغناء ولا التمثيل ولا الفن التشكيلي، راه مجال واسع جدا وعريض، وخصنا نعطيو فرص للناس فين يفجروا طاقاتهم، خصنا ندعموا الناس، خصنا نبحثوا على الطاقات الدفينه في الناس باش نقدروا نخرجوهم لارض الواقع. انا كنشوف ملي كنا كنعملوا النجوم الاولى كنا كندورو كنقلبوا على فنانين اللي صوتهم جميل وما معروفينش عمرهم ما دازوا في التلفزيون. ملي كنا كنقول لهم غدوزوا في التلفزيون كيتخلعوا، وملي كيدوزوا كنا كنشوف واحد السعاده في وجوههم كانت كتخلينا حنا ماشي كنفرحوا، يعني رب بحال حققنا شي حاجه لوليداتنا ولا هذا. فكنتمنى انه الجهات المسؤوله انها تبحث على الطاقات الدفينه وتخرجهم للنور باش نعززوا المشهد الثقافي والفني في المغرب. نبغي نكون المنتخب المغربي بالتوفيق والنجاح. الله يسهل عليكم، الله يقويكم، الله معكم. نتمنى انه الكاس تكون مغربيه وتجيبوا لنا الكاس وصافي. شكرا لكم، الله يحفظكم. كتسولوا فيا كنبغيكم بزاف. صافي هادشي اللي غنقول لهم. كنتمنى نشوفكم قريبا ان شاء الله.